السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ووصفات جديدة، وإن شاء الله رح تكون وصفاتنا لليوم جدا مميزة. اليوم رح نعمل وصفات لعشاق التونة، اللي بحبوا التونة أو الطن زي ما بتحبوا بتحكولها. اليوم الوصفة لكم، رح تجربوها ورح تعجبكم بامتياز. وصفتنا لليوم كتير سهلة، مكونات ممكن نستبدلها وممكن نستغني عنها. اليوم الأساسي عندنا اللي هو التونة، أهم إشي بمكوننا اللي هو التونة والبطاطا المسلوقة ناعم. رح ننتقل للمواد وأخبركم شو الأشياء اللي بتقدروا تستغنوا عنها وإيش الأشياء اللي بتقدروا تستبدلوها. أول شيء أنا سلقت من 5 لـ6 حبات من البطاطا مفرمة ناعمة ومسلوقة سلق كامل، تكون كتير طرية لأنه رح نعملها بطاطا بوريه. رح ننتقل للمكونات الأساسية والمكونات اللي ممكن نستبدلها. بداية أنا هون مستعملة ذرة معلبة، تقدر تستعمل المفرزة ولكن لازم تطبخوها شوي من قبل. رح أستعمل كمية 6 لـ7 معالق من الزبدة. عندي فلفل الهالبينو وممكن تستغنوا عنه للناس اللي ما بتحب الوصفات حارة. عندي كمان جبنة كريمية أو جبنة كاسات، جبنة مثلثات، أي نوع جبنة أنتو موجودة عندكم أو أي نوع جبنة بتقدروا تشتروها، وإذا مش موجودة أو مش متوفرة بتقدروا تستغنوا عنها. المكون الإضافي اللي هو كمان الزيتون الأسود الشرائح، مش متوفر عندكم بتقدروا تستغنوا عنه. الأساسيات رح تكون معانا أجبان، أي نوع أجبان موجودة عندي، مازوريلا، شذر، أشقوان، أي نوع موجود عندكم. وأنا هنا مستعملة الشذر البرتقالية والمازوريلا البيضاء. كمان الأساسي رح يكون معي البقدونس والبصل الشرائح، البصل الأخضر الشرائح. وأهم إشي بالوصفة تبعتي اللي هو التون. أنا مستعملة هون من 3 لـ4 علب تون. أنتوا قديش الكمية البايركس اللي رح تعملوها رح تقدروا تقدير. رح أصفي منها المي ورح أخلي معها شوية صغيرة من المي أو الزيت اللي موجود فيها. مستعملة هون من 1 لـ1.5 كوب من المايونيز، ورح أستعمل كمان حبة كاملة من البصل المفروم ناعم. عندي كريمة طبخ وعندي ليمون لتخفيف السائل اللي رح نعمله للوجه. البهارات اللي رح أستعملها بس الملح، الفلفل الأسود، ورح نستعمل بهار البطاطا أو بهار الكاجن. أول شي رح أبلش فيه اللي هو تتبيلة البطاطا لحتى تكون معاي جاهزة. أول شي هأخذ معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، معالق صغيرة طبعاً، ومعلقة من بهار الكاجن أو بهار البطاطا اللي متوفر معانا. هلا رح أخذ هراسة البطاطا أو البلندر أو أي إشي موجود عندكم تقدروا تهرسوا فيه. إذا مش متوفر عندكم أي أداة تقدر تستعملوا الكاسة، أهم شي تكون معاي البطاطا طرية لحتى تسهل علي طريقة الهرس تبعتها. هلا وأنا بهرس فيها رح أضيف عليها من 2 لـ3 معالق من الزبدة. هرس الزبدة معاها. إذا كانت عندي البطاطا باردة رح أدوب الزبدة وأهرسها معاهم. رح أستمر بالطحن لحتى أحصل على عجين طرية جدا. طبعا بهذا الوقت بتقدروا تدوقوها اذا بحاجة لملح، لفلفل، لاي بهار تاني انتو بتحبوه. بتقدروا تضيفوا مرقة الدجاج البودرة، بتقدروا تضيفوا اي شيء انتو بتحبوه من النكهات على البطاطا. هيك صارت معاي البطاطا تقريبا جاهزة. رح اخذ هلأ الطبق التاني اللي انا رح اجهز فيه لخلطة التونة. أول شي رح أنزل بالتونة زي ما خبرتكم من 2 لـ3 مع شوي صغيرة من الزيت أو المية اللي تكون معها. رح أحط عليها البصل. طبعا اللي ما بيحبوا البصل بيقدروا يستغنوا عنه، ولكن بيعطي طعم كتير زاكي مع التون. رح نستعمل الذرة. أنا هون مستعملة علبة صغيرة.
رح نضيف كمان شوي من المايونيز، معلقتين لثلاث. حنخلي الباقي لآخر شي. رح نضيف عليها ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة. رح نضيف كمان شوي من عصير الليمون. حتستغربوا يمكن شوي من الخلطة، بس هي مع بعض كتير زاكية. بتمنى تجربوه وأكيد رح تعجبكم. رح نخلطهم أول شي مع بعض. بدي الخلطة تكون معاي طرية بس ما فيها سوائل كتير لحتى ما تخرب لي إياها لما تدخل الفرن. هلا بعد ما خلطناهم مع بعض رح اخذ جات البايركس اللي انا رح اطبق فيه الوصفه وادخلها الفرن. طبعا الفرن اللي حندخلها فقط على الشواي، ما رح ندخلها على الفرن للاستواء، فقط على الشواي لحتى ندوب الجبنه. بدايه رح اخذ جات البايركس، رح انزل فيه نص الخليط تبع البطاطا. اتاكد انها مهروسه تماما. تمام، رح اخذ نص الخليط حفرده طبقة تكون شوي رفيعة الطبقة الأولى، لأنه بعديها رح تكون عندنا كرات كاملة من البطاطا. طبعا اللي ما بحب هاي الحشوة وحابب يجرب الوصفة بيقدر يستعمل الدجاج، بيقدر يستعمل اللحم مع البصل، بيقدر يستعمل أي حشوة هو بحبها، ولكن إحنا اليوم مميزين فيها الناس اللي بتحب الطن، لأنه دائما وصفات الطن قليلة فحبينا اليوم نميزهم شوي. طبعا لا نوع التونة يعني بيعطيني إشي مميز، لا أنا النوع اللي أنا بحبه، النوع اللي متوفر عندي رح أستعمله. رتب شكلها حتى تعطيني شكل منتظم قبل إضافة الحشوة. هيك صارت معاي أول طبقة جاهزة. هلأ رح ناخد الحشوة نضيفها. رح نخلي مجال للكرات، ما رح نعبيها لفوق لأنه رح نعمل كرات من البطاطا، واللي ما بحب يعملها كرات بقدر يحط الطبقة اللي فوقها مثل ما هي. هلأ رح نضيف عليها الأشياء اللي إحنا حكينا عنها إضافية، اللي هي الهالبينو للي بحب الحار. نقدر نفرمه صغير. رح نضيف الزيتون الأسود أو الزيتون الأخضر الشرائح كمان بيزبط. صارت معاي تقريبا جاهزة. رح انتقل هلا لباقي خلطة البطاطا. نجمعهم كلهم مع بعض.
رح نضيف عليها بهذا الوقت البقدونس والبصل الأخضر. تحبوا تضيفوه هلأ بتقدروا تضيفوه، تحبوا تضيفوه فوق الطون بتقدروا، وبرضو إذا ما بتحبوا برجع لكم اختياري طبعا. بعد ما خلطتهم صاروا معاي بهذا الشكل. هلأ رح أخذ أي معلقة، وهون أنا رح أستعمل معلقة سكوبات البوظة. بتقدروا تستعملوا المعالق اللي موجودة عندكم، أي معلقة موجودة ممكن زي ما خبرتكم تفردوها كاملة. رح أخذ ورق التغليف، خذ جزء صغير منه أحطها بالداخل حتى أحصل على كرات منتظمة. هلأ رح ناخذ من الحشوة تبعت البطاطا، هضغطها ونضف الحواف تبعتها. نكورها مظبوط حتى تعطينا كلياتهم نفس الحجم. هنحطهم واحدة واحدة، رح نرجع كمان حبة. وهلا رح نكمل باقي الصينية كاملة ونرجع نورجيكم اياها كيف نكمل تجهيزها قبل ما تدخل على التحمير. وهيك اخر حبة بتكون صارت معانا جاهزة. هلا رح نشيل الاشياء اللي فاضية قدامنا ورح ننتقل للخطوة اللي بعديها. هلأ رح نيجي للتغطاي قبل ما نحط عليها الجبنة. هأخذ باقي المايونيز اللي أنا ضل عندي، رح أخففه بشوية جبنة مثل ما حكيت، جبنة كاسات أو جبنة كريمية، أي نوع جبنة متوفر عندكم رح نحط عليه جبنة. رح نحط عليه شوي من الكريمة السائلة، وحنحط كمان شوي صغيرة من الليمون، ونحرك الخليط لحتى يصير معي شوي سائل. وإذا حسينا لسه جامد بنضيف كمان شوي من الكريمة. طبعا بتقدروا كمان تستغنوا تماما عن هاي الخطوة، ولكن هي بتعطي طعم أطيب للصينية اللي قدامنا. هنضلنا نخففها شوي شوي حتى تصير معي سائلة. وهيك صار معي القوام اللي أنا بدي إياه. لازم يكون معاكم سائل بهاي الطريقة لحتى تقدر توزعوه على كرات البطاطا. هلا رح ناخد على حبة حبة، نحط هيك بخط خفيف. حنصبها كاملة. هنا أول شي حنوزع على الكرات، بعدين الباقي حنحطه بين الفراغات. هاي الوصفة بتزبط تكون
طبق رئيسي، وممكن طبق جانبي لأي نوع من الصواني أو لأي نوع من الدجاج المحمر. إذا عاملين دجاج محمر ومو عاملين جنبه رز، بنقدر نعملها كتير زاكية للمناسبات، للعزايم، للبيت. أولادك ما بيأكلوا طن، حابة مثلاً يدخل هذا الصنف بيومهم أو بأطباقهم، كتير برضو زاكية، لأنها النكهات اللي فيها بتخفي طعم الطن القوي. هيك خلصنا كل الكمية. آخر خطوة رح تكون معاي اللي هي إضافة الأجبان. الجبنة البيضة اللي هي الموتزاريلا رح نرشها بهاي الطريقة حتى تغطي كل حبات البطاطا. رح ناخذ الجبنة الصفراء، رح نحط على كل كرة نطف صغيرة. وهيك صارت معاي وصفتي جاهزة، رح أدخلها على الفرن مثل ما حكيت لكم على الشواية، بس لحتى تاخد تحميرة من فوق، هي مستوية وما بدها أي شيء تاني. هلأ رح نتركها على الشواي لحتى تتحمر من 4 لـ5 دقائق، مش أكتر من هيك. إذا فرنك حامي بدك تضلك واقفة جنبها عشان ما تنحرق. طبعا إحنا بس رح ندوب الجبنة، رح خليها تنزل على حبات البطاطا وبيكون معاي الطبق جاهز. هلأ إذا عندي ضيوف أنا عاملها لعزومة وبقدر أجهزها من الصبح، ولما يجي ضيوفي بس أحطها على الشواي، منها بتسخن ومنها بتكون الجبنة لساتها دايبة ولساتها بتمط. بتمنى أول وصفة تكون كتير سهلة وتعجبكم، رح أورجيكم إياها بعد شوي لما تطلع من الفرن. بعد ما مرق الوقت اللي حكيت لكم عنه رح نطولها من الفرن. هيك صارت معاي وصفتنا لليوم جاهزة. طبعا كتير مهم وجود التونة بحياتنا، طبعا ما بنستغني عنها إن كانت معلبة أو طازجة، ولكن الأفضل اللي هي التونة الطازجة، ولكن لأنها مش متوفرة بكثرة أو مش الكل بقدر يجيبها، فإحنا دائما بنتجه للتونة المعلبة. طبعا كتير أهميتها، بحتاجها الجسم، غني بالمعادن، بالفيتامينات، بالأوميغا 3، كتير مهمة للأطفال وللكبار. فهيك أول وصفة من وصفاتنا صارت جاهزة، ورح ننتقل هلأ لطبق الحلو، ومعانا ضيفة جدا مميزة لليوم، خليكم معنا تابعوا. وهلأ رجعنا لكم بوصفة الحلو. مثل ما خبرتكم معاي ضيفة مميزة، طالبة من طالباتي آية مرار. طبعا بنحب نرحب فيها لانها اليوم رح تقدم لكم وصفه جدا مميزه، رح تعمل لنا كيكه البوظه بطريقه كتير سهله وكتير مميزه، رح نعمل عليها قناش البندق. فخلينا نتعرف على آية اول بعدين ننتقل لطريقه تطبيقنا للوصفه. كيفك آية؟ الحمد لله. آية طبعا هي دراستها اشي ومجال شغلها اشي ثاني تماما. اول شيء خبرينا عن دراستك، انت شو دارسه؟ هلا انا دارسه BMB، تخطيط واداره مشاريع. شغلي كان كله بالاتش ار، كان مسؤول اتش ار لسنوات طويله، تقريبا 4 سنوات. بعديها تركت شغلي وقررت اني افتح مشروعي الخاص، والحمد لله يعني قعدنا عم نمشي شوي شوي بالمشروع. طبعا آية عندها مطبخ إنتاجي للطبخات وللحلويات، ومميزة بكتير أصناف خاصة فيها. فاليوم آية رح تقدمي لنا كيكة البوظة اللي أنت مميزة حالك فيها، مزبوط؟ يلا أول شيء بدك تعرفينا على المواد اللي رح تستعمليها اليوم، ونبلش إن شاء الله بطريقة التحضير. يلا هلا بالبداية إحنا اليوم رح نحتاج حليب
سكر مطحون بودرة، كريمة شانتيه، رح نحتاج سحلب البوزة، رح نحتاج ميستيكا أو السر اللي رح نحكي عنه فيما بعد، رح نحتاج فستق حلبي، ورح نحتاج معلقة فانيلا وقشطة. تمام. وعندنا هون والكيك سويس رول. عندنا كيك سويس رول، وللقناش رح نستعمل الشوكولاتة، احنا مستعملين شوكولاتة ميلك وشوكولاتة دارك، ورح نستعمل لها البندق. تمام؟ يلا رح نبلش تطبيق، تفضلي. بالبداية تقريباً رح نحط كاستين، طبعاً بنفس الكاسة، كل المقادير اللي نقدرها بنفس الكاسة. يلا. كاستين حليب بودرة، كريمة، سكر. أوكي. هلأ عنا شخص معه سكري، إحنا عاملين دايت إلى آخره، من هاي التفاصيل نقدر نقلل ونكتر قد ما بدنا. إحنا حاطين هون كاسة سكر، أنا ما رح أحطها كاملة، رح أحط تقريباً نصها. أوكي، نص كاسة سكر. بنقدر نستعمل سكر عادي مش بودرة؟ لا، يفضل البودرة. يفضل البودرة. الكريمة تقريبا مغلف، او اذا بدنا نعير بالعادي نص كاسة، تقريبا نص كاسة من الكريمة. كريمة شانتيه. طب بنقدر نستبدل الكريمة شانتيه بالكريمة السائلة؟ هلا ما في مشكلة في الموضوع. أوكي. بس انه بدنا نكون بردينها صح. تمام ان شاء الله. لا تمام. هلا السحلب بدنا تقريبا معلقة صغيرة. تمام. الميستيكا رح اخذ، احنا هون حاطين بدل الميستيكا مجمدين علكة. اشرحي لهم اكثر عن هاي العلكة الصغيرة. هاي شيء كثير بسيط، علكة الشعراوي أزكى. اللي هي علكة الشعراوي، علكة الشعراوي البسيطة المميزة جدا، أزكى من الميستيكا العادية. طيب احكي لهم كيف الطريقة اللي عملتيها فيها. تمام. طبعا يمكن الأغلب بيعرفها، ولكن للي ما بيعرفها طريقة كثير بسيطة رح تخبركم عنها. نجمد العلكة تقريبا ساعتين ثلاث ساعات، يعني قبل ما أبلش ساعتين ثلاث ساعات، وبعديها بطحنها مع السكر. أنا بالعادة بطحنها، بس أنا اليوم يعني. طيب اللي ما بفضلوا هاي الخطوة، أو اللي ما بدهم يستعملوا الميستيكا، ما بدهم يستعملوا العلكة عادي، ميستيكا عادية، بتطحن ميستيكا عادية، بس فعليا هاي مميزة أكثر وأزكى بكثير. يلا. طبعا اذا بدنا نعمل اي نوع ثاني غير العربيه، غير البوز العربيه، ما بدنا نستعمل الميستيكا، احنا نشيل الميستيكا. بدي كاكاو، بضيف كاكاو، بدي اي نكهه ثانيه، يعني هاي الميستيكا فقط للبوزه العربيه، ما بنضيفها على باقي النكهات الثانيه. هون اي استعملتي معلقتين تقريبا؟ لا، اقل. اقل من معلقتين؟ لا، هي معلقه وشوي، او هو انا بالضبط استخدمت 3 حبات علكه، اللي هو ست حبات صغيره يعني. والفانيلا معلقة تقريبا كبيرة من الفانيلا، معلقة فانيلا كبيرة. وبدنا نستخدم، هلأ نحط القشطة، علبة قشطة أو نص كاسة، علبة قشطة أو نص كاسة بالضبط. تمام. وهيك احنا حطينا كل المكونات، هلأ بدنا نضربها. طبعا بدنا لإلها كاستين مي تقريبا، بس نحطها على دفعة بالتدريج. حلو. إن شاء الله ناخذ المي على الكوب، نحط تقريبا بالتدريج. الكوب الاول تقريبا، نحط اكثر من نصه كاول. بسم الله. نضيف شويه مي. خلصنا اول كوب، ورح ننتقل للكوب الثاني. انت عم تطفئي، انا بجيبك على المقدار. طبعا خفق بدها تقريبا بحدود 7 دقائق، بس ممكن نستعمل اكثر ان شاء الله. تمام. هلا بدها تقريبا مده الخفق من 5 لـ7 دقائق ليتقل معي الخليط، ورح نرجع نورجيكم كيف صار بعد ما خلصنا مده الخفق. شوفي شيف كيف الكريمه، ممتاز، كثير تقلت هيك، يعني انه خلص هيك احنا تقريبا جهزت معنا، قوامها ممتاز، قوامها تمام. هلا بدنا ناخذها نحطها بالفريزر ساعتين. ننسانا من قصة اطلعها كل نص ساعة، لا خلص بعد ساعتين بطلعها مرة واحدة، بخفقها مرة ثانية، وبعدين نعمل الخطوة اللي بعدها ان شاء الله. اوكي. هلا شو رح نعمل؟ نجهز القالب. تمام، رح نشيل هاي على جنب، نشيلها على جنب، ونجيب الثانية من الفريزر الجاهزة.
يلا هلا نرجع لها. هلا بدنا نجهز القالب. بنجيب اي جاط عندي دائري حسب انا شو الشكل اللي حابه اعمله. بجيب الجيلاتين الشفاف بدي اعبيه بدي اعبيه فيه. طبعا بنعطيه مجال من الجناب بزياده انه يكون بزياده او بزياده منيحه مش قليله. تمام خلصنا هذا الجنب. جنب الثاني ناخذ بالاتجاه المعاكس. اوكي تمام مش مشكله. خلي بس كمان شوي شيف من عندك. ايوه يلا تمام. هلا بدنا نغطي كل الفراغات عندي اي مكان. اه بدك تريحي. بدي اغطي بدي اريح. اوكي نايلو جيلاتين جوا وتحطي جوا ان شاء الله. تمام هلا السويس رول احنا مقطعينه عملنا سويس رول قطعناه. ايوه فينا نجيب جاهز. أيوة. عادي تمام. طيب اذا متوفر عندهم كيك بالبيت بيقدروا يستعملوه. بيقدروا يستعملوه. بدهم يخلطوه بالشي ولا زي ما هو؟ لا هو عادي ما بيفرق. لا ما بتفرق يعني اذا كان في حشوة كريمة او لا. لا ما بتفرق. تمام احنا اصلا البوظة رح تعمل معنا كأنه لزق. حلو تلزقها ببعض. تلزقهم ببعض. تمام هلا انتي عم بترتبي عم برتب فيهم الكيك. اول شيء بدك تعبي القاع كيك يعني اعلى الصحن. بدي اعبيه صح وبعدين على جنابه. اوكي يلا نجلس بقى السويس رول ان شاء الله. ايا حابه اسالك واكيد في كثير من الصبايا اللي بيشتغلوا بالطواسي يسالوا نفس السؤال دائما بتواجهي صعوبه بايش لما تبلشي شغل؟ يعني اول ما بلشتي مشروعك ايش الصعوبات اللي كثير واجهتك بدايه المشروع؟ هلا الدعم طبعا المادي يعني هذا شيء طبيعي بس بنقدر يعني كل طلبيه بطلبيتها لو بدك يعني تدبريها المهم انك ما توقفي وما تخلي شيء يوقفك. في عندنا مشكله صراحه توصيل الاكل عندنا مشكله فيه بشكل عام توصيل الاكل انه اغلب شركات التوصيل بتخاف من توصيل الاكل لانه دائما شكلها بتخاف انه يضرب او يصير فيه شيء. وبدك مواصفات سياره خاصه اللي توصل عشان يضل شغلك يعني مرتب ونظيف. زي السؤال اللي دائما بنسأل واللي دائما هو الهدف الاساسي بمشروعنا التسويق. كيف سوقتي لمنتجاتك او كيف بلشت التسويق لحتى فتحتي مشروعك اللي هو المحل تبعك للبيع؟ هلا انا اول شيء لليوم هذا الشيء اللي كثير ناس ما بتعرفه انا ما عندي موقع عم بشتغل فيه. انا عم بشتغل من بيتي. حلو شغلي كله من بيتي يعني بنقدر نعمل اي شيء بدنا اياه باقل التكاليف. حلو. كيف بلشت التسويق؟ السوشيال ميديا لها دور الاصحاب والمعارف وبدك فعليا تتميزي بالشيء اللي بتشتغلي فيه عشان الناس ترجع لك. صحيح يعني انا اللي بيروق يعني اللي بيجربني بيجربني بيرجع لي. بس عندنا كثير مشاكل يعني التسويق دائما مشكلة الصبايا مشكلة اللي بيشتغلوا التسويق. اللي هي التسويق ما بيعرفوا كيف يبلشوا فهي عم بتخبركم وانا برضو عم بزيد تأكيد على المعلومة اللي حكيت لكم اياها. اهم شيء مواقع التواصل الاجتماعي لانه هلا كل حياتنا صارت على الفيسبوك على سناب شات على تيك توك. بس بتعرفي هذا شيء منيح اكيد طبعا شايف. اكيد شيء ممتاز انه يعني انا بدل ما اضطر لا ولا بدل ما انا اضطر لمحل وتكاليف محل وتكاليف موظفين وبقدر انه اترك بيتي طول الوقت ولا لا انا هيك هلا بمشروع الخاص بقدر اعمله من بيتي. تمام هيك احنا رصينا القالب منيح. ممتاز خلينا نميل لهم اياه ليشوفوا اكثر. هيك صار معي جاهز. طبعا الفراغات بقطع كيكه قطع صغيره وبسكرها وحتى لو ما سكرتها البوظه بتسكرها. تمام هلا بنجيب البوظه اللي عملناها بالفريزر من قبل. تمام يعني ساعتين يعني هي كانت عامله واحده جاهزه وهلا رح نطلعها بعد ساعتين. تمام هلا بعد ما جبناها من الفريزر رجع هلا بنصبها نصب نص الخليط بعدين شوف فستق او فستق حلبي بنحط بنصها. يلا اوكي نحط باقي الخليط. طبعا اللي بحب يقدر يحط كمان قطع كيك صح؟ بقدر احط على الوجه قطعه كيك. حلو. وفي كمان شغله بتعرفي انا ممكن ما اعملها بكيك
ممكن اتركها واحط تحتها كنافه. كنافه كتير حلو، كتير كتير طيبه. حلو، فكره كتير حلوه. تمام، هلا بنحاول قدر الامكان انها تكون اتعبت. تمام، باقي الفستق الحلبي بحطه بهذا الوقت. انا رح ابلش بالقناش، رح ادوب الشوكولاته لحتى نصبها فوق الحلو اللي عم تعملها او فوق الكيك اللي عم تعملها. انا عملت الشوكولاته، قلت لكم شوكولاته دارك وشوكولاته ميلك مع بعض، رح نحطهم بالميكروويف 30 ثانيه ونطولهم نحركهم عبال ما آية تخلص تجهيز القالب. تمام، هلا احنا هيك القالب عندنا جهز. تمام، احنا هلا القالب عندنا جهز، بس بنمسك الاطراف اللي تركناها زياده وبنغطي فيها. طب ما بنترك اي مكان مفتوح. حلو، اساس ما ينشف معنا الكيك او شيء زي هيك. وعلى الفريزر تيلي كامله وصحتين والف عافيه. تمام، هلا هاي رح تروح على الفريزر بعد ساعتين، بعد ليله كامله. ليله كامله، هلا خلص ما مش مضطرين نطلعها. صير معنا بهذا الشكل. هلا بالنسبه للتزيين، حتحكي لكم كم من فكرة، والفكرة الأساسية اللي رح نعملها اليوم اللي هي قناش بالبندق أو قناش بالفستق الحلبي زي ما أنتوا بتحبوا. ممكن قناش طبعاً بدون. بدون؟ طبعاً ممكن بدون كتير. وممكن عادي نحط عليها، نقطعها عادي مثل ما هي تماماً، نقطعها مثل ما هي تماماً، نحط عليها فستق حلبي عليها نفسها. ممكن جنبها في ناس تحب تحط كنافة. ممكن. يعني فيها كتير. ممكن ان نبدع اي شيء احنا بنحبه او ابناء بيحبوه وبحبوا ان نعمل عليها. تمام، هلا بالنسبه للقناش، اول نص دقيقه من الشوكولاته لازم نطولها ونقلبها لحتى ما تحترق معانا الشوكولاته نهائيا. رح نرجعها كمان نص دقيقه ونورجيكم كيف بتدوب. وهيك صار الشوكولاته دقيقه، حنحركها كتير منيح لتدوب كل الحبيبات اللي موجودة فيها. طبعاً بهاي الخطوة بتقدروا كمان على جنب أو بصحن تاني تدوبوا أو تسخنوا الكريمة. إحنا رح نضيفها دغري عليها ونرجعها كمان نص دقيقة على الميكروويف. رح أخذ كريمة حلويات. طبعاً إحنا كل منتجات الحلويات من عند محلات لولو شوب، شكر كتير كبير لإلهم. رح ناخذ تقريباً نص كوب من الكريمة مع كنا حاطين كوب من الشوكولاتة. حنحركهم مع بعض، لما نحسها صارت تجمد معانا رح نرجعها كمان شوي على الميكروويف. او اذا خايفين من هاي الخطوه بتقدروا تسخنوها الكريمه وتضيفوها فوق الشوكولاته. حنزيد كمان شوي صغيره، حنرجعها على الميكروويف. طيب آية، بدنا نصيحه كثير صغيره للصبايا اللي حابين يبلشوا مشروعهم من البيت. كتير في بنات بتقولك انا بحب وهاوي كتير للمطبخ وكتير بعمل شغلات زاكي بس مش عارفة ابلش، كيف تنصحيها تبلش؟ طول ما احنا بنحكي مش عارف، خايف، كذا، عمرنا ما رح نبلش. طبعا. هذا اشي كلياتنا بدنا نعرفه، عمرنا ما رح نبلش. شغلة كتير مهمة صح. جربي، اعملي كميات صغيرة، اعملي لعائلتك، اعملي ودوقي. عادي الناس بشكل عام بتخاف انها ايش؟ انها تدفع ويكون الاشي مش زاكي. اعملي ودوقي، ما في اي مشكلة بداية، وبعدها ان شاء الله بتمشي امورك وما تيأسوا. انا يعني من الناس اللي صراحة كنت ايأس كتير وانه ما عندي طلبيات وقفت وازعل وهيك، بس هلا لا، عادي انا بحب اعمل حلويات بقوم اعمل الحلويات لعائلتي. وين المشكلة؟ صحيح، حلو كتير. فهي دافع كتير صغير انه اهم شيء عائلتك تحكي لك بلشي صراحة. حلو، وحتى لو عائلتك ما قالت لك، لانه لا. اسمعي، لا حتى لو عائلتك ما قالت لك، اذا بدنا نضل نستنى كل شخص عمرنا ما راح نبلش وعمرنا ما راح نصير. فعادي بلشي، انت بلشي وانت فرجيهم انه انت بتقدري. صحيح، اذا هم مش داعمينك انت فرجيهم انه انت بتقدري. بس في عندنا كثير صبايا بيخافوا مثلا من المجتمع اللي حواليها، مثلا عادي. زوجها، اخوها، ابوها، اي حدا يحكي لها. لا، شغله بشكل عام مجتمعنا اصلا محبط، الا اذا شافك نجحت بصراحه. خلينا نكون صادقين، اذا شافك نجحت وقتها بصير يحكي عنك. صحيح، فاترك المجتمع وانت امشي. انا هاي رايي الشخصي.
ممكن، وهي وجهات نظر وكل واحدة بتعرف كيف تبلش بدايتها من عندها. هاي أول شيء الشوكولاتة صارت معي جاهزة، رح ناخد عليها البندق أو مثل ما خبرتكم الفستق الحلبي. حطيكم مع بعض. هنصبهم فوق بوزة تبعتك. طبعا البوزة باردة فهلا القناش بسرعة راح يجمد. هلا رح ننقلها لطبق تقديم، بس رح نتركها دقيقتين ثلاثة لتمسك عليها الشوكولاتة. مزبوط. هلا بعد ما نقلناها على صحن التقديم رح نزينها بزينة كتير بسيطة. طبعا رح اساعدك شوي، حناخد شوكولاتة بيضة لان الحشوة من جوا بيضة، فاكتر شي بيلبق معاها اللون الابيض. حنزين فوقها فستق حلبي ان شاء الله مطحون ورد محمد. يلا تمام، وانا حبلش بالالوان الذهبيه حتى نعطيها لمعه كتير حلوه بس على الخط. تمام ممتاز. وردات الصغار، ورق الذهب يعني اختياري بس لحتى يعطيها لمعة كتير حلوة نضيفه. تمام، واحدة ثالثة جنبه وخلصت. اوكي، طبعا الشوكولاتة لسه دايبة لهيك عم تمسك معاه اي شيء بنحطه عليها كلياته عم يمسك عليها. هيك صارت جاهزه وصفتنا الثانيه جاهزه. شكرا كثير آية، يعطيك العافيه. نورتينا، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. عملنا لكم صينيه البطاطا مع التونه او الطن، وعملنا لكم كمان كيكة البوظة بطريقة جدا سهلة ومميزة مع الضيفة اللي كانت معنا اليوم آية مرار. شكرا للمتابعة، واستنونا بحلقات جديدة ووصفات جديدة معي أنا أحلام عبد الله من مطبخ الأحلام.